بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. الحمد لله، نتمنى لرئيسنا الشفاء العاجل، ونتمنى له الرجوع إلى البلد سالما غانما بصحة إن شاء الله. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تقاربه مع الشعب الجزائري. شعبنا يحب رئيسه، ورئيسه صريح معه، وخاصة لما قال نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، ولا هرولة مع الإسرائيليين، لا نهرول للتطبيع مع إسرائيل. هذا مبدأ جزائري ومبدأ لكل الجزائريين. وأنا غادي نكملها بهجاء إلى محمد السادس ملك المغرب فيما يخص الصحراء الغربية. وهذا الهجاء من شعري أنا. أنا الذي كونت هذه البيوت الشعرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أتريدون احتلال الصحراء غصبا، وتزعمون أنكم أبطالا، وتستأسدون على النساء والصبيان، فهل تفيدكم هذه الأعمال؟ فإن كنتم أبطال حقا، متى للملك الجلالة؟ لما تخربون له ساجدين؟ ولما الخضوع والذلالة؟ يا ابن حساني، لا أقول محمد لأن محمد عزيز علينا، يا ابن حساني خلي عنك الصحراء وسارع إلى حقن الدماء. أما كفاك ما نحرت؟ أما تخشى رب السماء؟ فإن فنى وطنك متهدما، لن تغيثك أمريكا، بل ولن تشاطرك إسرائيل ألما.